وشكرا جزيلا على استضافتك اليوم في الموصل، واحنا كل سعيدين نكون هنا ونجتمع مع فريقكم الموقرين. احنا هم نحب نعطي شويه تحديثات عن البرنامج مالتنا الجديد اللي الموقرين جاي، فنحب انه هم نسمع من حضراتكم update about that, as well as to also share with you our timeline for ending the current Facebook program. احنا نحب نعطيكم تحديث اليوم على المشروع مالنا، ونعطيكم تحديث سعيد انه يعني مشروع تعافي اخذ تمويل اضافي من الوكاله الملكيه للتنميه الدوليه. And I can say that we were very, very thankful for that help. احنا ممتنين جدا للدعم اللي قدمته محافظة نينوى والسيد المحافظ، وايضا دكتور اديب والجميع يعني في المحافظة. What can be the motion? Always wishing my help in terms through Adil and the mayor also be ready. ضمن الانفتاح المحافظة على المنظمات الدولية لغرض تقديم أفضل المشاريع لأهلنا في هذه المدينة، تم عقد اجتماع صباح هذا اليوم برئاسة السيد محافظ نينوى مع مدراء الدوائر الخدمية والمعاونين لغرض التفاوض مع منظمة التعافي الدولية. هذه المنظمة قدمت كثير من المشاريع الحيوية لمدينة الموصل ومتفرقة في دوائر الماء والمجاري والبلدية والبلديات. اليوم حقيقة كان لديهم مبالغ أرادوا أن يأخذوا رأي الحكومة المحلية في أين يذهبوا باتجاه المشاريع المهمة والأولوية في هذه المشاريع. كان طرح السيد محافظ نينوى واضح بأن نذهب إلى المشاريع التي لم تدرج في مشاريع المحافظة، إن كان من مبالغ الاستقرار أو التنمية، والذهاب إلى مشاريع الغير مؤشرة والتي هي ضمن خطة محافظة نينوى. تم الاتفاق على تقديم هذه الكشوفات خلال أقل من أسبوع، وبإذن الله هم أيضا تعهدوا بإجراء الموافقات الأصولية حسب قانونهم وقرارهم وتعليماتهم، ثم نذهب إلى تنفيذها على أرض مدينة الموصل وأيضا الأقضية والنواحي. وهذه المشاريع تشمل الماء والمجاري والبلدية والبلديات، إضافة إلى الأمور الترفيهية التي تخدم المواطن والاستقرار في هذه المحافظة في كل أحياء مدينة الموصل بدون استثناء. لدينا 186 حي، كل حي فيه برنامج حاجة، قدمنا خلال الاستقرار مبالغ وخلال التنمية مبالغ، وأيضا من خلال هذه المنظمات ستقدم أيضا المبالغ.